الكفتة الكشميرية كيلو لحمة مفرومة، 2 ملعقة صغيرة كمون مطحون، واثنين معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونفس الشيء غرام مسالة، كله معلقتين، معلقة من مسحوق الفلفل الحار أو ممكن أقل إذا الواحد بحبوش كتير حار، نص معلقة كركم، 3 فصوص ثوم مهروس، و2 معلقة زنجبيل مبشور، 2 كوب لبن، و2 معلقة طعام زبدة، بصلة مفرومة، ومعلقة 2 معلقة حليب بودرة مكتوبة 1، هي معلقتين، 2 معلقة كبيرة لوز مطحون، ومعلقتين صغار سكر، ونص 1.5 كوب ماء ساخن، 1.5 مش نص، 1.5. أوكي، أول إشي في عنا مجموعة البهارات اللي هلأ حكيناهم كلياتها، بدنا نخلطهم مع بعض، نحطهم بصحن. بس عيدي لنا إياهم، إيش هم؟ اللي هم كمون، كركم، يعني هو إجمالا 2 معلقة صغار من كل واحد، كمون، كزبرة ناشفة، كزبرة ناشفة، حطينا كزبرة ناشفة وكركم وكمون وقرم مسالة وملح وشوية فلفل حار. أوكي. وانا خلطت شوية فلفل حار مع شوية بابريكا. أوكي. عشان ما يكون كتير حار. أيوة. تمام. هلأ بدك تبلشي تكفتي الكفتة. بدي أبلش أكفت. هلأ أول إشي نص هذه كمية البهارات رح أحطها على اللحمة. أوكي. ورح أحط معها 2 معلقة الزنجبيل، وراح احط الثوم، وراح احط معها كمان نص كميه اللبن بس. روان هلا راح ابلش اخلطهم واكبكب الكفته. اوكي تمام. هلا بس شوفي بدي اكبكب، بنرجع للخياطه عشان طب بلشي كبكبي. بنحط شويه طحين على ايدينا وبنصير نعمل اللحمه هاي كور هيك طبات. بس السوس. يلا السوس. اوكي برضه السوس فيها زبده. هلا احنا الاكل الهندي معظمه بيستخدموا فيه الزبده او السمنه. صح. انا بحط يعني كالعاده دائما نص بنص بخلطهم، بكون شوي اخاف، وبعدين عشان الزبده ما تنحرق بسرعه. ايش بدك تحطي مع الزبده؟ زيت عادي، زيت قليل. زيت. هلا ممكن اللي بحب يحط سمنه كمان بصير يخلص طبعاً. سمنه وزبده قصدك؟ طبعا بالاكل الهندي سمنه وزبده. لا بدك تخلطي سمنه وزيت. سمنه ما بنحط معها زيت. اوكي. سمنه يعني بتجمع الاثنين مع بعض. اوكي حلو. اوكي بس اللي بحبش النكهه السمنه القويه ممكن يستعمل الزبده. هلا بدنا نقلي بالبصله، انا قليتها شوي عشان الوقت. بس كيف بدنا نعمل المرقه تبعت الكفته. اوكي بدنا نحط شوية من الزنجبيل وبقية البهارات اللي زادوا معنا تبعون اللحمة. بننزلهم كلهم. اوكي حط شوية ملح. نترك البصلة لا تقريبا تحمر، هاي المرحلة مهمة لأنه لازم البصلة يعني يعني تقريبا تبلش تحمر عشان تعطي نكهة الكرملة البصل مع الكفتة. أوكي حلو. هلأ شوفي يا روان، مكونات هاي الأكلة كتير غريبة وزاكية. فهلأ بدنا ننزل بالمكونات الغريبة اللي عنا. أنا ما وديت اللبن، دقيقة أجيب اللبن. وين حطيته؟ اوكي شكله هيا. هلا رح نحط حليب بودره. هاي اول مكون غريب مثلا. هاي اول مكون غريب. المكون الثاني الغريب اللي عندنا اللي هو اللوز المطحون. اوكي اللبن. اللبن بقيه كميه اللبن اللي حطيناهم مع اللحمه بدنا نضيفهم مع المرقة. شايفة هلأ هذا المعجون اللي رح يعطي النكهة كلياتها. وكمان من المكونات الغريبة رح نحط رشة سكر.
اوكي بعدين بدنا نحط المي في ما جابش مي سخنه المي تقريبا كاسه ونص هلا بينت ريحه الاكل الهندي هلا شايفه المراه غلت وشبه تسبكت بنسقط فيها حبات الكفته اذا لاحظتي ما بنقليهم ولا بنشويهم ولا اشي خلص يستوي بقلب الصوص بقلب المراه هيك بتعرفي باخذوا طعمه الصوص اكثر ايوه